هو مش بس حب للموضوع، هذا البرنامج بالذات انا كنت تابعه من 11 سنه من الفورمال الامريكاني او النسخه الامريكانيه سو يو ثينك يو كان دانس اللي كانت قدمها كات ديلي، يعني من 11 سنه وانا معجبه كثير كبيره بهالشو، وكنت اقول براسي انه ليه ما بيجي على العالم العربي هالبرنامج، لانه عندنا كمان راسين كثير موهوبين، وغير انه انا عندي شغف كبير للرقص، بي كان يرقص دبكة من أيام فيروز صباح على مسارحهم، وبالبيت عنا نحن منحب الرقص كتير، وغير أنه بحب كتير هالبرنامج هيدا هالنسخة بالذات كانت كتير تعني لي، ولما اجت على لبنان وعرفت أنه في نسخة عربية كتير تحمست، وتخيلت حالي أنه بدي أكون موجودة على هالمسرح أنا عم بقدم هالرقصات وعم بتعرف على هالرقصين الموهوبين. كلهم بعقد وما بعرف كلهم تعرفت عليهم من ايام الاوديشنز لهلا، بعرف قديش عملوا مجهود كبير ليوصلوا لهون، بعرف قد ايه تعذبوا، بعرف قد ايه عطشوا من حالهم من وقتهم من حياتهم، يعني شغفهم الاول والاخير هو الرقص، وبس تشوفهم قد ايه عم بيتعذبوا عم بيعطوا كل شيء عندهم بس ليكونوا هون وليتقدموا كل جمعه اكثر من جمعه، ما فيك ما تقدر ما تحترم هذا الشغف اللي عندهم يلا رأسي، هو كل حياتهم ما بيعملوا شيء تاني، يعني طبعا كل واحد عنده اهتمامات تانية بس بيقولوا لك انه متنفس رأس وعم بيعملوا كل شيء بطاقتهم لحتى يبقوا للآخر، بحترم كل حدا منهم كلهم عندهم موهبة رائعة. أكيد أنا فرصة كبيرة لإلي هالبرنامج مش بس محليا، يعني يمكن الجمهور اللبناني بيعرفني أكتر شيء من المسلسلات أو مسرحيات، بيعرفني كممثلة قليل كتير كمقدمة، بس هيدي فرصة لإلي مهمة كتير لأنطلق بالعالم العربي بمصر، أكيد جمهور اللي بيحضر النهار جمهور مصري وعربي بامتياز وفوكس موفيز كمان، يعني مهمة لإلي بعتقد الانطلاقة برات هالإطار المحلي. شايفة الفرصة انك تمثلي في مصر؟ ليش لا؟ أنا درست تمثيل بمعهد الفنون الجميلة بلبنان ودرستها، رحت على لوس أنجلوس على هوليوود أخذت intensive acting courses هونيك، ورجعت لهون وكملت شغلي بالدراما سيريز أو بالمسلسلات اللبنانية، شاركت ببان أرب سيريز، يعني كان في جمعة عربية من كذا ممثل من كذا دولة عربية، وأيضا كان عندي مسرحية هديك السنة مش الجمعة، أنا كنت مشاركة بمسلسل 04 ومسلسل تحالف الصبار عم بحطوه عم بي سي مصر، كانوا بهمني كتير يكون عندي تجربة مسلسل مصري ليش لا، عبالي كمان الجمهور المصري يعرفني مش بس كمقدمة ولكن أيضا كممثلة. كتير كتير لكن وجودك على المسرح شغلك على المسرح كممثلة بقربك كتير لأول شيء بعلمك كيف جسديا تقدر تستعمل المساحة اللي عندك إياها على المسرح وتكوني مرتاحة فيها، نحنا يعني من الأشياء اللي مندرسها بالجامعة رقص تعبير جسماني، طبعا الممثل لازم يعرف يرقص ويتحكم بحركة جسمه على المسرح، فمهم كتير لأنه بس تكوني عم تعرضي مسرحية مثل اللايف ما عندك فرصة تانية، يعني يا بتعمليها صح من أول مرة يا رحت عليك أو بدك ترتجلي، فإيه بتساعدني تجربتي بالمسرح لأنه حيالله غلطة متعلم نرتجل ونكفي